هي أول قمة فرانكوفونية تتبنى قضية المرأة. المرأة والشباب في الفرانكوفونية ناقلو سلام وعمال تنمية. هذا هو موضوع القمة الفرانكوفونية 15 والتي تعقد هذا العام في العاصمة داكار في حضور أكثر من 50 بلداً عضواً في منظمة الفرانكوفونية وأكثر من 20 بلداً مراقباً. وزير الثقافة روني عريجي ترأس وفد لبنان الرسمي في المؤتمر الوزاري الذي يسبق القمة الرسمية في آخر الأسبوع، وشدد في كلمته على إنجازات لبنان في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. Une dizaine de femmes ont été nommées au rang de directeur général. Et c'est indéniablement un premier pas vers l'implication des femmes dans la vie politique où elles restent cruellement absentes. لكن يبقى أمام لبنان تحديات عديدة. علينا واجب بالمرحلة المقبلة، لأنه بدنا ندرس مشروع قانون انتخاب أنه ندخل فيه كوتا. ليه الكوتا؟ الكوتا أبغض الحلول ولكن هي حل انتقالي. إذا ما ركزنا على ضرورة تخصيص مقاعد عمدا للنساء ولا زعيم بياخد نساء بلوائحه. القمة تتطرق هذا العام أيضا إلى وباء الإيبولا الذي يستشري في القارة الأفريقية عصب الفرانكوفونية. كذلك تتمحور القمة حول موضوع الإرهاب والمجموعات الأصولية. J'en appelle à resserrer les rangs pour combattre ensemble le terrorisme à travers des actions responsables et concertées. وكانت مطالبة من لبنان بدعمه في تحمل أعباء النزاعات المسلحة في الجوار وتداعياتها الاجتماعية والأمنية. من هذه القمة يأمل لبنان في تعزيز الدعم الدولي له في مواجهة النزاعات الإقليمية التي تعصف به وتهدد سيادته وقيما عزيزة عليه وعلى الفرنكوفونية: الانفتاح والإدماج والتعددية. من داكار، دلال معوض، شرب الفرنسيس، LBCI.